طبعا اتفق مع الزملاء. الخبر اللي طلع قبل فترة وقريته في أحد الصحف طبعا المحلية كان غريبة صياغته، يعني أنا ما قدرت أفهم منه المغزى أو المدخل منه، يعني كأنه ذكر أنه تم قبول الاقتراح ولكن على شرط أنه يتم تقديمه رسميا، يعني كأنه في تقديم وما في تقديم، أنه قدم عن طريق بعض الأندية أو التقديم كان شفهي أو مكتوب، أو يعني كانت حتى صياغة الخبر ما تدل إلى أنه كان مصدر قوي أو موثوق أو مبني على شيء. قد يكون إثارة بسبب أنه يطرح دائما هذا الأمر في نهاية الموسم، ربما يعني اللي شفته في الخبر عبارة عن آراء رؤساء الأندية اللي غالبا كانت حتهبط، وتأكد هبوطها ورغبتها في البقاء ورأي الأندية اللي كانت مرشحة للهبوط. وطبعا اتفق طبعا مع اخواني انه الامر يرتبط بميزانيه كبيره، الامر يتعدى الاتحاد السعودي لكره القدم، يصل للوزاره لانه فيها اضافه على العبء المالي. والاهم من هذا كله طبعا احنا شاهدنا كيف هذا الموسم كان في ضغط على الرزنامه بسبب موضوع كورونا، بسبب امور جدا كثيره، كنا نشوف الدوري يضغط، واحيانا في منتصف الدوري كانت كل المباريات في يوم واحد بطريقه انه حتى تسويقيا ما كانت قويه. الامر له ابعاد جدا كثيره، نتمنى اذا أخذ هذا القرار أنه يؤخذ طبعا باعتبارات عديدة، منها إمكانية الأندية على القيام بواجباتها. اليوم شفنا طبعا الأندية ودعمها يصل إلى 100 مليون، ولما تضيف 20 نادي أو يصل إلى هذا العدد حيكون في تكاليف إضافية. هل أنديتنا قادرة؟ أنا أعتقد أن الوزارة حتتخذ القرار السليم، لكن بعد دراسة متعمقة، وزي زملايا واستبعد طبعا هذا العام.